بدي اطرح كلمتين على جمال السلامي. كرة القدم طفستها كامل. اللي عمله جمال عموتة باسيا اجيت انت يعني يا رجال تفرج على اللعيبة يا زلمة، شوف مواقعهم مراكزهم. اللي عمله عموتة دمروا دقيقتين بس بالمباراة هاي، دمر منتخب كامل. جمال سلامي يروح اليوم، يروح يظل مروح يعايله منتخب وطني محل احسن له. إذا دمرتنا أنت يعني كل الشعب الأردني يطلع على كأس العالم، أنت إجت دمرته بلعبتين. المدرب اللي عندنا لا يفقه شيء بكرة القدم، لا هجوم لا وسط لا دفاع. إحنا بدنا مدرب حاليا الآن. لا إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي للجميع، مرحبا بكم في فيديو جديد. كما سمعتم معنا في المقدمة ديال الفيديو، الجمهور الأردني يطالب بعودة حسين عموتة. وفاش كان حسين عموتة كانوا يطالبون برحيل حسين عموتة وجلب مدرب أجنبي. اليوم مع جمال السلامي خسروا هذه المباراة أمام كوريا الجنوبية، وكنعرفوا كوريا الجنوبية يعني منتخب الكبير من بين المنتخبات الآسيوية اللي كتحقق نتائج على مستوى كأس العالم ولا في كأس أمم آسيا، يعني من أصعب المنتخبات في القارة الآسيوية. اليوم خسروا الميدان ديالهم بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي بهدفين لصفر. إذن جمال السلامي أمامه فرصة من أجل تصحيح الأخطاء دياله في المباراة القادمة أمام منتخب العماني. المنتخب الأردني تعادل في المباراة الأولى في الأنفاس الأخيرة أمام منتخب الكويت على ميدانه، وفاز على منتخب الفلسطيني في أندونيسيا وفاز بثلاث نقاط، واليوم خسر أمام المنتخب كوريا الجنوبية، يعني في الرصيد ديالو أربع نقاط فقط في انتظار مباراة قادمة أمام الكويت وأمام العراق وكذلك أمام المنتخب العماني. لكن الجمهور الأردني خرج وقال نناشد الاتحاد الأسيوي باش يغيرنا المدرب في أسرع وقت ولا يجيبون حسين عموتة. عموتة نهار اللي شد المنتخب الأردني كان يخسر بسبعة ويخسر بستة صفر، وخرجتو كتقولوا أودي باللي هذا راه مدرب لا يفقه شيء في كرة القدم كما كتقولوا حاليا. ومن بعد مشى لكأس أمم آسيا في المباريات الرسمية حقق إنجاز كبير، لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية يصل منتخب النشامة إلى نهائي كأس أمم آسيا، وحصل على الوصافة أمام البلد المستضيف المنتخب القطري. اليوم الأعذار بالنسبة لجمال السلامي كاين غيابات مهمة. جمال السلامي في ندوة صحفية كان تكلم وقال اعتذر للجماهير الأردنية، اعتذر عن الخسارة ديال النشامة أمام كوريا الجنوبية في تصفية كأس العالم 2026. وقال السلامي إن الظروف ديال المباراة لم تسعف النشامة، مؤكدا تحمله لمسؤولية النتيجة والخسارة، وأكد بأنه سيصلح الأخطاء في المباراة القادمة. وافتقد جمال السلامي للقوة المنتخب النشامة بشكل واضح مع غياب موسى التعمري وكذلك يزين النعيمات أحد يعني نجوم المنتخب الأردني.